السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمتم مساء وأهلا وسهلا بكم معنا مجددا في ومضات ومع هذه القصة والعبرة. بينما كان رجل يطوف في السوق ويبدو عليه الزهو والتكبر، إذ مرت به امرأة تحمل فوق رأسها جرة من فخار قديم، فقال لها: ماذا تبيعين يا امرأة؟ قالت: أبيع السمن. فطلب أن يعين البضاعة بنفسه ويراها بعينيه، وبينما هي تنزل جرة السمن من فوق رأسها إذ وقع منها بعض السمن على ثيابه، فغضب الرجل غضبا شديدا وهدد وتوعد، ثم قال لها: أعطني ثمن الثوب الذي أفسدته يا امرأة. اعتذرت منه المسكينة ولكن دون ما جدوى، فسألته عن ثمن الثوب فقال لها: 1000 درهم. فقالت له: ومن أين لي ب1000 درهم يا سيدي؟ ارحمني ولا تفضحني. وبينما هو يتهدد ويتوعد، إذ أقبل شاب عليه ملامح الوقار فسأل المرأة عن شأنها، فقصت عليه الأمر وبينته. قال الفتى للرجل: أنا أدفع لك ثمن الثوب. وأخرج 1000 درهم وبدأ يعدها على العلن وأعطاها للرجل. أخذ الرجل النقود وهم بالرحيل، ولكن الشاب استوقفه وسأله من جديد: هل أخذت ثمن الثوب؟ أجاب: نعم. قال الشاب: إذن أعطني الثوب. قال الرجل: ولما؟ قال الشاب: أعطيناك ثمنه فأعطنا ثوبنا. قال الرجل: وأسير عاريا؟ قال الشاب: وما شأني أنا؟ قال الرجل: وإن لم أعطك الثوب؟ قال: تعطينا ثمنه. قال الرجل: تقصد 1000 درهم؟ قال الشاب: لا، بل الثمن الذي نطلبه نحن. قال الرجل: ولكنك دفعت لي 1000 درهم منذ قليل فقط. فقال الشاب: والآن أريد ثمنه 2000 درهم. وقال له الرجل: ولكن هذا كثير جدا. قال الشاب: فأعطنا الثوب إذن. قال الرجل: أتريد أن تفضحني أمام الملأ؟ وقال الشاب: كما كنت تريد أن تفضح المرأة المسكينة. قال الرجل: هذا ظلم يا شاب. فأجابه: الآن تتكلم عن الظلم، وما قمت به ألا يسمى ظلما؟ بل الظلم بعينيه. خجل الرجل من فعلته ودفع المال للشاب كما طلب. أخذ الشاب المال وأعطاه لتلك المرأة المسكينة. وصية لنا جميعا: الظلم مرتعه وخيم، إياكم والظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله.